قلت لك يا خني تسوي لك ايميل وادخل التشكيله، ادخل على القفل الباطن. لا يفوتك معنا اذاعه اف ام مع المذيع سعد الشهري، لا يطوفك. من موجود؟ شوية يا سعد متكارك سلطان، وادخلت. اذا قصرت صوتي على طول ارفع الصوت نفس الدي جي. يا ليتك ولا يطول. هاي حلو الاغنية. لا لا رجع رجع لي تو اللي تو اللي تو نفس اغنيهم. يلا رجع رجع اللي قبل شوي. والله اف ام صدق. يا ابوي يقول لك ما في خصم يا ولد. والله ما في خصم يا ولد، لا ملعب ولا جمهور ولا جار خصم. بغينا نموت منه. ودان دان اللي دان دان. قارن سلطان سلطان في البداية عل هم كذا في البداية يعلون بعدين ينقصون ويسول في المذيع. ايه عايش عطار. يلا ولا لا 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 تقارن. بس 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 عندنا عندنا اتصال ونقول السلام عليكم يا استاذ موسى. اهلين. السلام عليكم. اهلا. كم عمرك ومين انت؟ انا موسى من الاردن. من الاردن. اسمي موسى. تحية لاهل الاردن. علف الصوت الدي جي. بس بس لا خصم عليك. بس يا اهل الاردن كم المنسف عندكم؟ كيف المنسف؟ ما يمنعطيك منه. ارفع صوتي دي جي. خلاص زعلان هذا. ارفع لا خصم على امك. ليش نفسيته مفرقات بس 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 يا استاذ موسى تفضل. دي جي دي جاي فصل معنا ونقول ارجع للعن اختك. لا حدك بعصها قفل. ايوه عل بس ايوه خش قرات البحر. يلا بس 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 يا استاذ موسى هاي بديك والله ان اطلع. وش فيك زعلان يا استاذ موسى؟ والله زد. والله زك عيب عيب تقول اربع اربع صوتي دي جي. يا ما في خصم يا المذيع يا اخي. مذيع فاشل. الله يلعن ام اللي اللي خلاك دي جي يا ابن الكلب. تسمع قدام الهوا كلهم يا ابن الكلب. ارفع دي جاي ارفع دي جاي. كانك تحبني عن الشر يا عمري وغني له. بالله صوت 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 يا دي جاي للعن. طبعا يا شباب احنا الحين بنتبرع لوايل واحمد النت 3 جيجا في الشهر. اذا اذا بتقط بحر اول متبرع ارسل. إذا بتقط ارسل 5 على 992-0543. الله يلعن أختك يا دي جي. العمر مرة. العمر مرة.